مجلس الإدارة عايز يسهل على أعضائه عايز يسهل، وليست له مصلحة. إذن الغرض إنه هو يوم كده، أو ما احنا يومين. ما هو الغرض التسهيل واضح إن لا، الغرض. لأنه يا أستاذ عدلي في ناس عندها خلط ما بين الجمعية الخاصة وما بين الانتخابات. بص أنا بس عايز أشرح لحضرتك إنه دي مش انتخابات، إحنا لا أنا نتحدث عن قلت لك انتخابات. تخوفي إن الحق المكتسب قد ينسحب فيما بعد على حاجات أخرى، ده تخوفي، دي وهذا تخوف مواطن وعضو في النادي بحكم الأهلي القانون، وغير ملزم. بحكم ممكن أنا القانون. راجل لا موسوس، سيبك مني. لا لا لا، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، بحكم القانون دي جمعية خاصة وليست جمعية عمومية طيب عادية أو جمعية جمعية عمومية خاصة، غير عادية. أوكي، دي جمعية خاصة تعقد لمرة واحدة. طيب إذن هل الجمعية تعقد لمرة واحدة، تعقد في مقر أو مقرين؟ الأزمة ما بين الأهلي واللجنة الأولمبية بس خلاص، ولا يفتى؟ والدكتور علاء مشرف على التليفون. جالنا على التليفون يا دكتور علاء. مساء الخير. نور إبراهيم بيه. يا دكتور تحياتي وتحياتي المشكلة المهندس عدلي والدكتور ياسر أيوب. اهلا دكتور ياسر. اهلا دكتور علاء. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بص يا دكتور علاء، احنا كنا دلوقتي وجايبين بقى الدكتور محمد فضل الله، وكان الدكتور ياسر بيشرح لنا يعني تداعيات الاستدراك اللي انتوا عالجتوه باستدراك كويس، وهم كانوا مستندين الى جواب عام ما كانش فيه تحديد لشكل الاجراءات. عملتوا التحديد بعد اعلان الاهلي واستدراكه، فاستدركتوا بتحديد. النهارده الدكتور فضل الله حسم الامر في هذا الاتجاه، ان من حق الاهلي عايز يعمله في يوم يعمله في يوم، عايز يعمله في يومين يعمله في يومين، وان الجواب اللي جالنا من لجنه الاولمبيه النهارده ده لا يبطل اي اجراء عمل النادي الاهلي لو شاء انه يعمله على يومين وفي مكانين مختلفين. ما قولك؟ لا احنا كلجنه اولمبيه، لا احنا الكلام ده مش يعني مش متفقين مع راي الدكتور فضل الله. يعني قانونيته ايه؟ يعني النهارده يعني اسالها لك بشكل تاني، يعني يمكن البيان بتاع اللجنه الاولمبيه كان واضح او الجواب بتاع اللجنه الاولمبيه كان واضح، ان احنا يعني المستشارين القانونيين اللي عندنا كانوا اتكلمنا معاهم في هذا الامر، وكان الكلام ان القانون مش بقى اللائحه الاسترشاديه ولا الاجراءات اللي وضعها اللجنه الاولمبيه، بيقول ان اجتماعا خاصا، ويعني نص القانون الاجتماع الخاص يعني ده اجتماع واحد. فهل الاجتماع اللي يتعمل على يومين يعتبر اجتماع واحد؟ هل الاجتماع اللي يتعمل في مقرين هل يعتبر اجتماع واحد؟ كان الرأي اللي اتقال عندنا القانوني ان لا، ده لا يجوز ان هو يكون اجتماع واحد، وبالتالي بما انه هو ما هواش كده يبقى في الحاله دي لا يجوز ان هو يعقد في مقرين او في على يومين. شوف القانون يقعد يلعب بينا فين يمين وشمال ازاي؟ طب سؤال بقى محدد من الاخر، عشان ده هيبقى حوار جدلي اكاديمي. دكتور علاء، النهارده جه جواب للنادي الاهلي بعد ما عمل استدراك وقال ان يوم الجمعه في مدينه نصر ويوم السبت في الجزيره. بس لحظه عشان سؤالي تعرفه بس. اتفضل. يعني كان دار حوار بيني وبين يعني بعض اعضاء مجلس الاداره في القصه دي، واتسالت هل ده ينفع ولا لا، وقلت لا غالبا مش هينفع، وقلت لهم يا جماعه احسن حاجه ان احنا نبعت جواب رسمي للجنه الاولمبيه ونشوف الرد. لكن للاسف الجواب وصل في نفس اليوم اللي نزل فيه الاعلان بتاع النادي الاهلي. يعني منين بتسالني ومنين انت اوريدي خدت اجراءاتك؟ يعني ما لو خد الاجراءات، خد اجراء وبعدين استدرك. يعني مش فاهم قصدي ايه بالاستدراك. يعني الاستدراك يعني هو نزل اعلان وبعدين بعد يوم او اتنين لقى انه من حقه يعمل حاجه فاستدرك، وقال ان الانعقاد في الجزيره ومدينه نصر ويومين 25 و26. فرحت انت بعت له بقى الجواب المحدد اللي فيه تفصيل. لكن سؤالي مش كده، سؤالي مدى الزام خطاب اللجنه الاولمبيه للاهلي بهذه الاجراءات، وماذا لو لا لا ماذا لو يا دكتور علاء، ماذا لو ماذا لو؟ والنبي خليك معايا انا عشان بجيب من الاخر، اصلي عشان معانا مشاهدين لخبطناهم لخبطه. ماذا لو صمم النادي الاهلي انه يعمل الجمعيه العموميه على مقرين على يومين؟ هل اللجنه الاولمبيه تملك الباور وعندها السلطه انها تلغي هذا، ولا هنخش بقى في حته ازمه ومشكله ما نخرجش منها؟ لا، اللجنه الاولمبيه بحكم القانون هي التي تضع الاجراءات بتاعه الجمعيه الخاصه. فالاجتماع الخاص، ف
في ماده مش لاقيين الماده دي يا دكتور؟ أربعة. لا في الماده 4 او الماده 3 مش فاكر بالظبط، لكن الماده 3 او 4. الماده 3 ضد الماده 4. ما هي الماده 3 الدكتور ياسر بيقول لك ضد الماده 4. يعني انا مش فاكر معلش ارقام المواد يا دكتور علاء. الماده 4 اقراهولي، لكن انا متاكد ان في نص بيقول ان اللي بيحط الاجراءات بتاعه الجمعيه الخاصه اللجنه الاولمبيه، فبالتالي الذي لا اللي يحكم في الاخر انك انت اتبعت هذه الاجراءات من عدمه هو اللجنه الاولمبيه، فلو لقى انك انت لم تتبع الاجراءات هيلزمك بعد كده باللائحه الاسترشاديه حتى لو انت جبت النص. طب انا كنت سالت سؤال يا دكتور علاء برضه نتيجه اللخبطه والقوانين وقعدنا نفند المواد، هو الانديه الاتحادات تبع اللجنه الاولمبيه طبعا اللي هي الاتحادات الاولمبيه، طب الانديه تبع مين؟ وزاره الشباب، مديريات الشباب، اللجنه الاولمبيه، واي نص في اي ماده بيقول هذا الكلام؟ حاليا الانديه اللي ليها نشاط اولمبي وحتى مراكز الشباب اللي ليها نشاط اولمبي هتتبع اللجنه الاولمبيه من برضه من خلال اتحاداتها بنص قانوني ولا كده عرف؟ لا 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 بالقانون النهارده. لا القانون ما بيقولش كده يا دكتور علاء. طب الدكتور ياسر هيقول لحضرتك الماده الثالثه والرابعه اللي هو بيرى فيهم تناقض. القانون بيحدد ان اللجنه الاولمبيه المصريه هيئه رياضيه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه الخاصه وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضيه المدرجه في البرنامج الاولمبي، مفيش انديه. بقول لك مفيش انديه. هو انا يا دكتور علاء انا كنادي اهلي دلوقتي اقدر املك حق معاقبه او محاسبه؟ دكتور علاء التليفون قطع بس هيجي تاني. هل انا كنادي اهلي املك حق معاقبه او محاسبه واحد مش عضو في جمعيه العموميه؟ ده بصفتي الدكتور علاء مش عارف الاجابه، لما يجي الدكتور علاء. لا يعني 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 انا مش عضو في الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه ده المصريه. ما انا قلت لك هم جابوها. فانت انت اسمع انت قريب من الدرجه، انت قريب من الدرجه الثالثه مش من الدرجه. انت بتنتخب الاتحادات والاتحادات بتنتخب اللجنه الاولمبيه، فاعتبرك جذورك اولمبيه. اولا يا استاذ عدلي ده ما يعنيش ان انا تابع للجنه الاولمبيه. هو مش انا سالت سؤال محدد؟ ايوه. طيب. وانا عرضته في ساعتها لانه اللجنه الاولمبيه الدوليه الميثاق الاولمبي ما فيهوش انديه. هو احنا ليه احنا بنبص لحضرتك على فكره؟ على فكره احنا في مصر بنخترع دايما كل حاجه حسب مزاجنا. مره يقول لك يعني زي قضيه اللي هي ايه؟ لا طب ما هيجي يقول لك رايح المحاكم ولا رشاح المحاكم. وقت ما تحب دكتور ياسر ان انت مش ما يعني القضيه انت مش هتكسبها يقول لك لا ممنوع الميثاق الاولمبي يمنع. الانسان حيوان تلقائي، عارف الانسان حيوان تلقائي. تنتقل في مصلحتك مش عايز منها. صحيح. ممكن واحد يجي يقول لك طب ما الميثاق الاولمبي بيقول لك ما تميزش، ما تقولش بقى المعلم والمتعلم واللي مش متعلم. طيب اصل هي عمليه ملتبسه. عموما راي الدكتور علاء مشرف كنائب لرئيس اللجنه الاولمبيه انه اللجنه الاولمبيه هي صاحبه الحق في فرض النظام والنسبه والنظام.